مشاهدينا مشاهدي نيل التعليم العالي في كل مكان، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من نقطة تحول. حديثنا النهاردة هيكون عن كلية الاقتصاد المنزلي، هذه الكلية العريقة ودورها في خدمة المجتمع. معنا ومعكم الحديث حول هذا الموضوع الأستاذة الدكتورة نادية محمود خليل، أستاذ ورئيس قسم الصناعات الجلدية والاقتصاد المنزلي بكلية الاقتصاد المنزلي. برحب بحضرتك معنا دكتور. أهلا. ايضا معنا ومعكم الاستاذ الدكتور خالد القاضي، استاذ البيولوجي وصحه البيئه ووكيل كليه الاقتصاد المنزلي لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه جامعه حلوان. برحب بحضرتك معنا دكتور خالد. سعداء جدا بحضراتكم النهارده وسعداء اصلا بالموضوع، يعني كليه الاقتصاد المنزلي. نبدا مع حضرتك دكتور خالد، لمن لا يعرف هذه الكليه؟ يعني مرتبطه في اذهان الناس بشكل معين. احنا النهارده مع حضراتكم عايزين نعرف شكلها الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد ان وجودي النهارده وسطكم، طبعا واعتبر انه انا اعتبر ده واجب وطني، واعتبر انه تكليف من اولادنا هو توصيل رساله الى الاعلام، رساله صحيحه للاعلام عن هذه الكليه العريقه اللي عمرها تجاوز 120 سنه. كليه الاقتصاد المنزلي من كليات الرائده على مستوى الشرق الاوسط، ليس على مستوى مصر فقط، هي الكليه الام على مستوى الكليه الام على مستوى جامعات الشرق الاوسط كما ذكرت. الكليه بدات من اكثر من 102 سنه، ولكن بدات كمدرسه في توقيت كان تدريس للبنات شيء محرم، فبدات في مدرسه في بولاء، كانت لصفوه المجتمع للبنات فقط، لابناء الاميرات والحكام. دي كانت بدايه دكتور خالد. طبعا انا زي ما بقول يعني شيء راقي جدا الحقيقه. طبعا. وبعد كده هذه تدرجت تدريجيا لغايه تحولت لمعهد عالي للفنون، كان يضم اربع كليات، كليه التربيه الفنيه وكليه الاقتصاد المنزلي، كانت اسمها التدبير المنزلي انذاك، ومعها التربيه الموسيقيه والخدمه الاجتماعيه، وكان مقرهم جاردن سيتي. الكلام ده في اوائل يعني تقريبا 1912 1913، يعني مختلفة كمان مكان الاميرات ساعتها الجاردن سيتي وكده، صحيح. وتدريجيا لغايه ما اصبحت معهد عالي الاقتصاد المنزلي في سنه 1938، كانت تابعه لوزاره التعليم العالي. بعد كده انضم سنه 1975 او 76 تقريبا ككليه تابعه لجامعه حلوان. الكليه للاسف الشديد، واحنا بنقول الكلام ده للاسف الشديد، الاعلام ما اداش حقها نهائيا، لان الكليه زي ما قلنا من الكليات الرائده في تخصصات فريده، كليه غير نمطيه. خريج الكليه زي ما هتكلم بعد شويه مطلوبين جدا، بيحجزوا هم في سنه ثالثه من الكليه، ما فيش خريج اقتصاد منزلي ما بيشتغلش على مدار الاعوام اللي زي ما قلنا اكثر من 40 50 سنه، كل خريج اقتصاد منزلي مطلوبين سواء داخليا او خارجيا. الدول العربيه فتره كبيره جدا بتحجز الطلبه اثناء التخرج، يعني بيبقوا متعاقدين، بيحاولوا يتعاقدوا، احنا ما نقدرش نتعاقد ككليات، لكن بيتعاقدوا مع الافراد من الاولاد اثناء التخرج بعد حصوله على الشهاده فورا، بيسافر دول زي السعوديه والكويت وغيرها من الدول العربيه. الكليه في البدايه زي ما قلنا بدات بعدد قليل من الشعب، كان فيها شعبه التغذيه، وكان مسماها التغذيه واداره المؤسسات والفنادق انذاك من اكثر من 40 سنه 50 سنه، وكان فيها قسم للنسيج، وكان فيها القسم التربوي، وقسم ايضا قسم اداره المنزل. هذه الاقسام استمر التطوير فيها والتحديث فيها على مدار السنوات زي ما قلنا من اول 75، وبدات تحدث طفره كبيره جدا في هذه الاقسام، وبدا قسم التغذيه يتفرع منه عدد كبير جدا من الشعب الهامه جدا، خريجينها اخصائي تغذيه في الفنادق وفي المؤسسات وفي المستشفيات، اخصائي التغذيه العلاجيه، وبدات كليات ثانيه تسجل زي زراعه وزي طب يسجلوا في داخل الكليه عشان يحصلوا على هذه الدبلومات والماجستير وخلافه. قسم التغذيه في شعب كتير جدا، في اساتذه متخصصين في البيولوجي، اكثر من 3 أو 4 اساتذه موجودين في البيولوجي، وفي شعبه كانت قبل ذلك شعبه العلوم في هذه الكليه. غالبيه الاساتذه المتخصصين في العلوم خرجوا من عباءه الاقتصاد المنزلي سواء في كليه العلوم او خلافه، ولذلك انا خريج زراعه وكنت حاصل على امتياز في زراعه في سنه 85، وتعينت معيد وحصلت على الماجستير والدكتوراه من زراعه، واستمريت ودرست في هذه الكليه لغايه ما حصلت درجه الاستاذ في هذه الكليه. زي ما قلنا في اقسام اخرى لم يلقى عليها الضوء مطلقا، زي قسم النسيج اول من حصل اول دكتوراه في النسيج والملابس الجاهزه. هذا القسم اول من حصل على دكتوراه في هذا التخصص في الشرق الاوسط كان من كليه الاقتصاد المنزلي، الدكتوره سهام زاكي كان اول من حصل على الدكتوراه في هذا التخصص. القسم ساري جدا جدا، غالبيه المصانع الموجوده في مصر والشرق الاوسط من يشرف على هذه المصانع هم من خريج كليه الاقتصاد المنزلي. تخرج طبعا متخصصين في صناعه، زي ما هتقول استاذتنا طبعا متخصصين في صناعه الملابس، في ديزاينر اللي هم مصممين الازياء، موديلز
كل هذه التخصصات كانت غائبه كل عن المجتمع، ما اعرفش حاجه، وكل اللي يعرفه انه هذه الكليه تدبير منزلي. صحيح يا دكتور، يعني ارتبطت قوي في اذهان الناس بانها فقط كليه بتعلم يعني طالبات الطب. ده من اهم عقبات التقدم الكليه، يعني ناس كثيره جدا ما تعرفش. انا احنا كنا ما نعرفش حاجه عن الكليه لغايه ما دخلنا. طيب احنا بقيه الاقسام، انا بس عايز اعرف من حضرتك بقيه الاقسام بالظبط. بقيه الاقسام الاخرى قسم نسيج عليه كلام كتير. هي كم قسم يا دكتور؟ هي خمس اقسام دلوقتي. اولهم حضرتك اتكلمت عنه قسم التغذيه، وبعدين عندنا قسم قلنا قسم النسيج والملابس، بعد كده في قسم اداره حاليا اسمه قسم اداره المؤسسات والطفوله. هذا القسم من اهم الاقسام، هو اللي بيتعامل مع الرعايه الصحيه سواء الرعايه النفسيه وغيرها، مع زي جمعيات الرعايه المتكامله، زي دور المسنين، حمايه المستهلك، الطفوله والامومه، فيها فيها مكاتب استشاريه للزواج ما قبل الزواج والمتابعه بعد الزواج. في حاجات كثيره جدا يتبع هذا القسم. ده احنا محتاجين يا موجوده، وانا هتكلم سيادتك عن يعني الخلافات الزوجيه والحاجات دي منتشره يعني جدا في المجتمع. يعني بسم الله ما شاء الله الاساتذه متخصصين متخصصين بس في الحته دي، في التخصص، في هذا التخصص. قسم بعد كده قسم التربوي، هو القسم الوحيد اللي بيخرج مدرسة اقتصاد منزلي تربويا، والقسم الوحيد الموجود برضه على مستوى جامعات مصر كلها، اللي بيخرج معلمة الاقتصاد المنزلي اعدادي وثانوي. القسم الحديث اللي يعتبر من اهم الاقسام اللي موجوده في الكليه حاليا هو قسم الصناعات الجلديه اللي بترأسه الاستاذه الدكتور ناديه خليل. هذا القسم عمره اكثر حوالي 3 أو 4 سنوات تقريبا، لكن بسم الله ما شاء الله طبعا كوادر موجوده في صناعه الجلود، هو طبعا هتكلم بالتفصيل عنه. وبعد كده هستدرج انه في حاجات كثيره جدا هنتكلم عن كل فقره. هنرجع لحضرتك مره ثانيه يا دكتور. دكتوره ناديه، يعني لو اتكلمنا مع حضرتك بقى عن قسم الصناعات الجديده، حضرتك رئيسه هذا القسم. أيوة. اولا يعني بس برضو مهم قوي ان احنا نعرف كليه الاقتصاد المنزلي بالنسبه لحضرتك شفتيها ازاي. يعني كتير من الناس بتشوف هذه الكليه انها فقط كليه بتعلم الطهي، هل فعلا هذه الكليه فقط مرتبطه بدوله؟ يعني فهمنا من دكتور ان في تشعب جدا زي ما الدكتور خالد قال، ان الكليه للاسف الناس مفهومها عن الكليه مجرد الاسم انها بتعلم الاكل لست البيت والكلام ده كله. طبعا هي كليه حضرتك شفتيها دلوقتي حصل تطور كبير جدا على مرور السنين اللي فاتت دي كلها، فاصبح اسمها لا يناسب المحتوى او مضمون الكليه من الاقسام. زي ما دكتور خالد قال، في قسم التغذيه وعلوم الاطعمه، ده بيختص بمجالات التغذيه العلاجيه ومجالات المشروعات التغذيه، والخريجين بيشتغلوا في المستشفيات والفنادق. يعني هي دراسه علميه كبيره وتخصصاتها في تغذيه وفي تخصص علوم اطعمه، فعلا تخصصات تطبيقيه مهمه جدا ومحتاجينها. وفعلا كتير جدا كانوا تخصص، خاصه ان احنا حضرتك هنعمل فعلا يتوافق عليه برنامج جديد للتغذيه العلاجيه، وده برنامج جديد من برامج الكلية، برنامج خاص، وده بكالوريوس برضه بيحصلوا الطلاب فيه على بكالوريوس، وبيتدرس بالانجليش بمصروفات. الحقيقة ده اتعمل بناء على متطلبات سوق العمل، يعني فعلا سوق العمل كان عايز التغذية العلاجية هذا التخصص، لأن فعلا محتاجينه في المستشفيات وغيرها من الفنادق والمستشفيات والفنادق والكلام ده كله. في القسم الثاني قسم الملابس والنسيج، قسم الملابس والنسيج قسم من الاقسام الكبيره برضو في الكليه. حضرتك عارفه صناعه الملابس منتشره قد ايه طبعا في المجتمع، وخاصه يمكن من اكبر الصناعات اللي موجوده في مصر وفي جميع الدول بصفه عامه. القسم الملابس فيه 4 تخصصات بتدرس بعد كده في الدراسات العليا، تخصص تصميم الازياء، تخصص تصنيع الملابس، تخصص تصميم والتطريز، وتخصص النسيج. فال4 تخصصات دول موجودين وبرضه لهم اهميتهم، لان في خريجين من عندنا بيشتغلوا عند حضرتك هنا في التلفزيون اللي هم متخصصين في تصميم الازياء، في تصنيع الملابس، كل مصانع الملابس بتعتمد على الخريج بتاعنا في الملابس. قسم النسيج برضه بيشتغلوا في مجالات الخاصه بمصانع النسيج، وفي قسم التصميم والتطريز ده برضه حضرتك في مصانع في التطريز الالي بيحتاجوا جدا الخريجين بتوع القسم. الحقيقه الحمد لله بيشتغلوا على طول. انا يعني مش عارفه دكتور، حاسه من كلام حضرتك انه يعني هذه الكليه هي وحده انتاج مستقله بذاتها، يعني هي مش بس كل قسم لوحده يعمل يعتبر بالظبط يعني كل قسم لوحده يعمل مصنع او مصانع، يعني كليه كامله يعني يبقى فيها بعد كده في حضرتك يعني مش محتاجين نتكلم عن ربط الدراسه في الكليه بسوق العمل، لانه هو حضرتك بتعلميه بما يعني لا يدعو مجال الشك حرفه او مهنه يعني بالظبط. وعلى طول طبعا في ارتباط التدريب صيفي بالمصانع والتدريب في المصانع للطالب عشان يخرج فعلا يبقى عنده فاهم كل متطلبات سوق العمل.
يبقى هو طارق حلمي. الحقيقه دكتور خالد عايزين برضو نستوضح من حضرتك يعني هذه الكليه بالنسبه لبعض الناس طبعا اكيد بيجيبها مكتب التنسيق طبعا. مش يعني بتبقى رغبتها الاولى، لكن لما بتيجي تصورهم عن الكليه بيبقى ازاي يا دكتور؟ يعني اعتقد انه لما طالب يجي ويكتشف انه طالبه، طبعا هي كليه للفتيات بس طالبه لا. لسه هيكمل في طلبه كمان يعني شوف حضرتك انا ما اعرفش انا كده بس طالبه من سنه 80 يعني اول خريج النهارده اكبر استاذ عندنا بسم الله ما شاء الله دكتور احمد امين النهارده في الدوله في الكويت يعني في اساتذه في النهارده في اقسام فيها الطلبه اكثر من الطالبات زي قسم التغذيه وفي اقسام التربوي قسم تربوي واحد هو القسم الوحيد اللي بياخد بنات اللي هو المدرسات بقيه الاقسام كلها والملابس والملابس والصناعه الجلديه كلها طلبه تمام ده شيء طلبة يعني طلبة. جميل جدا الطلبه والطلبات لما بيجوا الكليه بقى يا دكتور يعني لما بيكتشف ان هو ممكن فعلا يتعلم هنا مهنه صح حرفه صح يخرج بمشروع صغير يكبر معاه واكيد اكيد حصلت تجارب طبعا زي كده انه مش كده بس يعني احنا ابناء الاساتذه انا بدرس النهارده ليه 25 سنه في الكليه ابناء الاساتذه في كليه الزراعه وغيره دخلوا اولادهم في اقتصاد منزلي ودي كليات كتيره جدا يبقى استاذ ابنه بدل ما دخله في كليته كان هيبقى اولى بالرعايه قدامه يحول اقتصاد منزلي لانه عارف الطالب هيتخصص في تخصص مطلوب سوق العمل احنا مشكلتنا في مصر ثقافه العمل الحر دي مشكله كبيره جدا هنتكلم عنها تفصيليا احنا زي ما نقول احنا يعني لازم نقول انه الاعلام اهم اداه ممكن توصل لرساله للناس صحيح. في قطاعات كثيره في المجتمع مغيبه تماما وده حقيقه لازم نقولها يعني وهي منها قطاع الاقتصاد المنزلي اللي بنتكلم عنها دلوقتي وذلك الطالب يدخل الكليه في حاله احنا مع حضراتكم هو والله يا دكتور بنحاول نلقي الضوء عليها اكتر يعني حاجه جميله جدا ولسه بقول لسيادتك احنا كنا في ملتقى اسمه ملتقى البيئه الاول انا عملته في اداره الكليه عملناه في الحفاظ على البيئه الواقع المامول كبرى الجمعيات الاهليه اللي حضرنا زي جامعه الرساله والاورمان والمؤسسه الخير وغيرها من جامعات كبيره جدا ورجال الاعمال وقطاع الصناعه غرفه صناعه الجلود وغرفه صناعه الملابس الناس لما حضروا وناس كثيره حضرت الملتقى قالت احنا اول النهارده بنشوف اقتصاد منزلي لما شاف الصناعات اللي هتكلم عنها بعد شويه الطالب يدخل اقتصاد منزلي وهو فعلا محمل او معبأ بثقافه الشارع انا في كليه اقتصاد منزلي انا تدبير منزلي زي ما قلت سيادتك ده مطبخ وطهي مش عارف مجرد انه يدرس يلاقي الكورسات الكورسات اللي بياخدها من سنه اولى كورسات اضعاف اللي بياخده زميله في الكليات التقليديه بيبدا يتعرف على اقسام الكليه بيبقى احنا 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 اللي بنسابق احنا مش قادرين نسابق الطلبه هم عايزين يعني احنا بيبقى جهد كبير جدا على الاساتذه ازاي نوفر لهم المعلومات اللي عايزينها احنا بيبقى وقتنا مشغول تماما مع اولادنا لانهم عايزين معلومات طبعا وغير انها هنعرف بعد شويه احنا عندنا وحدات دلوقتي متخصصه في الكليه لتثقيف وتدريب الطلاب يعني احنا عندنا قطاع البيئه في اكثر من 6 وحدات وحدات متخصصه زي وحده مثلا بنتكلم وحده متابعه الخير وحده متابعه الخريجين في لينك مستمر بيننا او تواصل مستمر ما بين الكليه واساتذتها والطلبه الخريجين بنتابعهم حتى بعد تشغيلهم في المؤسسات والهيئات والمنظمات المختلفه او في المصانع بنتابع مع الاولاد مشاكلهم ايه تطوير العمل ازاي تطوير الصناعه ازاي وحده زي وحده تدريب وحده تدريب بتنصب على كل مجالات التدريب سواء للتخصصات اللي داخل الكليه يعني القطاعات المختلفه الخمس قطاعات اللي اتكلمنا عنهم او التاهيل لشباب الخريجين عندنا وحدات تانية كتيره جدا زي وحده حمايه البيئه مهتمه وعندنا قضايا زي تدوير المخلفات المنزليه القضايا اللي احنا المشروعات الكبرى اللي بنتكلم عنها واحنا لما اعلنا على ان احنا ضمن سياق حمله وطن نظيف بدانا نشتغل بالعمل مش عايزين نتكلم احنا بنعمل ولذلك انا بقول الكليه الطالب بيدخل الكليه ما عنده مفهوم هو مثقل بما هو موجود في الشارع لكن عندما يدخل الكليه فورا يتغير ل 180 درجه تفكيره ويبدا عايز يطلع متفوق عندنا اولاد بسم الله ما شاء الله غالبيتهم بتعين معيدين في كليات ثانيه لان عندنا كليات التربيه النوعيه على مستوى الجامعات كلها بتعين فيها اولادنا كليات التربيه بتعين فيها اولادنا يعني هيبقى اللي ما تعينش معيد بيبقى بيتلقفوا وتتلقفوا المصانع تمام وده شيء في غايه الاهميه لانه يعني بنفتقد تماما يا دكتوره الحقيقه ان احنا نلاقي الكليه اللي بتؤهل الطالب لسوق العمل يعني بتلاقي يمكن الدراسه نظريه جدا بعيده عن ما يجد الطالب تماما في واقع العمل لكن هنا مفيش مجال لان الدراسه كلها يعني بايدين الطالب طب احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى بالنسبه لقسم الصناعات الجلديه اكيد حضرتك مرت بيكي تجارب اكيد في تجارب ناجحه للطلاب يعني كثيره جدا يعني وهل حضرتك بدايه التفكير في انشاء القسم اساسا ان الحقيقه كنت بعمل بحث عن صناعه الاحذيه في مصر تمام لما بدات دخلت في البحث وابتديت نزلت طبعا المصانع والحاجات دي لقيت صناعه كبيره جدا يعني ومغموره ما لهاش اي ناحيه اكاديميه او اي دراسه اكاديميه وكده فابتديت مفيش فكرت نظره عليها في الجانب هي حضرتك يعني. هي صناعه وراثيه بيتوارثوها الاجيال بس فلقيت انها صناعه كبيره جدا يعني مش بس الاحذيه ده الصناعات الجلديه بصفه عامه محتاجه يعني. فعلا ان احنا ندرسها اكاديميا عشان
تتطور، لان طول ما هي هتفضل كده وراثيه، وانت عارف حاجه دلوقتي كمان الولاد ما بقوش ياخدوا مهنه ابائهم زي الاول، يعني ابتدوا ايه يتحركوا، يعني ابتدوا يتحركوا في اتجاهات تانية، فالصراع تندثر. ممكن ده يبقى يسبب مشكله على المدى الطويل دكتوره، تندثر الصناعه اصلا. بالظبط. فانا ابتديت فكرت ان احنا يعني الصناعه دي ليه ما ندخلهاش اكاديميا في الجامعه. بدات عملت عملت مشروع من مشروعات تطوير التعليم العالي، كانت الجامعه الحقيقه طرحه مشروعات تطوير التعليم العالي، الوزاره اللي كانت طرحاهم، فقدمت مشروع للصناعات الجلديه والحمد لله فضل ربنا كسب يعني، وبدات اشتغل فيه. كان الهدف الاساسي بالمشروع ان انا ادخل مقررات، لان انا كنت اساسا في قسم الملابس، كنت رئيس قسم الملابس، فان انا ادخل مقررات في الاندر والدراسات العليا، البوست مقررين في الاندر مقررين في الدراسات العليا. لما دخلت في المشروع اكتر ابتديت اروح غرفه صناعه الجلود، مركز التدريب الصناعي، الجهات المختصه بمجال الصناعات الجلديه، لقيت لا ده محتاج قسم، يعني عارفه مش حضرتك مش مجرد مقررات ندخلها في قسم تاني. ففعلا بدات طلعت مخرجات اكتر، ان انا عملت انشاء قسم جديد للصناعات الجلديه في الكليه. طبعا انشاء القسم تطلب ان انا اعمل خطه دراسه لمرحله البكالوريوس وخدت دراسه لمرحله الدراسات العليا. فبدات فعلا عملتها، وابتدينا خدنا الاجراءات طبعا اللي احنا ناخد موافقه الوزاره عليها، وبدا تفعيل القسم في ان الطلبه ابتدوا يدخلوا فيه من سنه 2009 2010. دي كانت اول، طبعا عندنا سنه اولى عام ابتدوا التخصص من سنه ثانيه، فدخلوا طلاب من سنه ثانيه 2009 2010. اتخرجت السنه اللي فاتت 2011 2012 اول دفعه من القسم. بدأوا يشتغلوا فعلا في المصانع الحمد لله، في مصانع الأحذية أو المصنوعات الجلدية. حضرتك هي كلمة صناعات جلدية مقصود بتشمل ملابس جلدية، بتشمل الأحذية الجلدية، وبتشمل المصنوعات الجلدية. المصنوعات الجلدية مقصود بها الشنط، الأحزمة، المحافظ، كل المنتجات الجلدية دي بتشمل مجال المصنوعات الجلدية. الطالب فعلا بيبتدي يدرس الحاجات دي مجرد ما بيخلص. الحقيقة يعني عشان القسم ده ينشأ ابتديت على اتصال بغرفة صناعة الجلود، بشراكة صناعة الجلود بمجلس التدريب الصناعي، وبفضل ربنا جالنا تمويل من مجلس التدريب الصناعي 3.5 مليون جنيه. عملنا بيهم المعامل بتاعة القسم، عملنا خط إنتاج أحذية، وجبنا خط إنتاج مصنوعات جلدية، جبنا معمل تصميم بالكمبيوتر، وجبنا معمل اختبارات للجلود. الجامعة كمان ساهمت وعملت معمل الحاسب الآلي، وعملنا الحاسب الآلي في معمل التصميم عشان يبقى فيه شبكة متصلة، الطالب وهو بيشتغل الأستاذ يشوف على الكمبيوتر على طول. فالحمد لله بالنسبة للقسم معامله كاملة، عامل القسم كلها كاملة وعلى أحدث أجهزة وأحدث مكينات بالنسبة لهذا المجال. الطلاب ابتدوا كمان هم في القسم بيدرسوا آلي ويدوي، جزء كورسات يدويه بس طبعا مش كبيره، لكن الكورسات الاليه لان هو صناعه. ابتدوا يعملوا فعلا، يفكروا انهم حتى لما يتخرجوا يعملوا مشروعات صغيره. يعني الشغل بيشتغلوه اليدوي حضرتك، ابتدوا يعملوا، بيعملوا معلقات، بيعملوا شنط يدويه، بيعملوا احزمه، محافظ يدويه، بورتفيات، بيعملوا مشغولات فنيه زي اباجورات، فازات، يعني صناديق اكسسوارات، حاجات كده بيعملوا. اكيد دكتوره بداوا مشروعات زي ما قلت لحضرتك، اكيد بداوا طبعا مشروعات. عملوا فعلا يعني حضرتك لو كنت شفتي في الملتقى المعرض في حاجات جميله جدا الحقيقه الطلاب انتجوها فعلا وابدعوا فيها. يعني حتى طيب ما فكرتوش حضراتكم دكتور في التسويق بالنسبه للطلبه ولا بتسوقوا لهم بالفعل؟ احنا ما عندناش مشكله في التسويق. اولا ما عندكوش مشكله؟ طب الحمد لله الحمد لله. ليه ما عندناش مشكله في التسويق؟ اولا انه يعني الحمد لله ان في حاجه يعني ما فيهاش مشكله في الفتره اللي احنا فيها. ايوه صحيح. يعني بمبدا انه ذكر الفضل اصحابه في بالعكس الفترة الأخيرة احنا عندنا عميدة كلية نشطة جدا دكتورة هنا الحسيني، هي تولدت خلال 3 سنوات، حدث تغيير شامل في الكلية. أهم شيء هي ماسكة مدير عام الجودة على مستوى الجامعة، مركز الجامعة، مركز الجودة. فطبعا ازاي تجويد المنتج نفسه ده مهم جدا، فطبعا الجودة كانت شاملة الكلية سواء المعامل على أحدث ما يمكن. الكلية فيها 3 قطاعات هامين جدا، قطاع شؤون البيئة، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأنا أشرف أن أكون مدير الكلية في هذا المجال، وقسم الدراسات العليا، وقطاع شؤون الطلبه التعليم. احنا فعلا عانينا في يعني الفتره اللي فاتت، الفتره اللي انا اقول فاتت يعني من سنوات، زي ما قلت سيادتك ازاي انا اعمل تسويق للمنتج. تمام. فطبعا يعني يمكن برضه لازم اذكر عشان ما ابقاش يعني اذكر انه قبل كده الدكتور محمد بشار وزير التعليم العالي كان عنده فكره بتكلم عنها شويه، انه احنا ازاي نعمل مجلس للتواصل المجتمعي على مستوى الجامعه. وشرفت ان انا قدمت الفكره واخذت موافقه مجلس الجامعه، وانشانا لجنه اسمها لجنه التواصل، مجلس امناء التواصل المجتمعي، اول جامعه على مستوى جامعه مصر
انشات هذا المجلس. هذا المجلس يضم يعني دي نقطه تحول التحول لا لا بندخل على التسوق للتسويق التواصل المجتمع يضم مين؟ يضم رجالات الاعمال في كل القطاعات ومتخصصات الجامعه اللي هم يعتبروا هم بيت التسويق، هي منافذ التسويق الحقيقيه، المصانع. يضم جميع الجامعات الاهليه الموجوده، يضم الكتله البرلمانيه الشعب شورى، يضم القيادات التنفيذيه المحافظه عشان حلم حقيقي. بدانا من خلالها بدا عمل ما يسمى اللقاءات على مستوى مين؟ على مستوى الكليات، وبدانا ندرس موضوع حاجه نتكلم بعد شويه اسمها الحاضنات التكنولوجيه، مشروعات الحاضنات التكنولوجيه ازاي ممكن من خلال الجامعه اتبنى عده مشروعات لخريجيني وانا اغطي هذه المشروعات من حيث الدعم المالي ومن حيث التسويق. انا امتلك الاسواق المفتوحه، امتلك الجامعه معارض كبيره مش هتكلفني، من خلال علاقتي بالتواصل المجتمعي مع الجامعات الاهليه اعرض منتجاتي. ازاي انا ما هو الخريج لوحده مش هيقدر يشتغل، خلينا نتكلم وكل الخريج غالبيه الخريجين عموما احنا شعب مصري بيدور على وظيفه ايه؟ الوظيفه الميري. تمام. وليه الكلام؟ وعلى ذلك احنا مشكلتنا زي ما قلنا تغيير ثقافه العمل الحر. ده برضو احد اتجاهاتنا في داخل كليه الاقتصاد المنزلي على مستوى الجامعه. لما فكرنا من وجهه نظر حضرتك يعني محاور التغيير دي ممكن تبقى ازاي؟ ما احنا دلوقتي بدانا نفكر في العمل الحر، بدانا نتكلم عن التعليم المفتوح. ادخلنا على مستوى الجامعه التوسعات، احنا عندنا في الاقتصاد المنزلي في اكثر من برنامج للتعليم المفتوح اعتمد في خلال هذه الايام. ثلاث برامج، برنامج للدبلوم للتكنولوجيا الحبوب، برنامج في الملابس، برنامج في اداره المؤسسات، احنا عاملين برنامج للتعليم الزراعي، اعداد معلم التعليم الزراعي في ثلاث شعب هامه جدا زي البساتين والزينه والزهور، لانه احنا اتصال وثيق. يعني حضراتكم مش بس شغالين على الشغل الخاص بيكم، لكن ممكن تعملوا مع تخصصات ثانيه ويبقى العمل متكامل. انا عايز بخرج واحد مش هدور على سوق، على الشغل في الميري. مجالات مفتوحه، فتحنا المجال ده. احنا مطلوب مننا وده مطلوب من الدوله عموما، من كل المؤسسات الحكوميه. انا يهمني ازاي اعمل تواصل ما بين المؤسسات الحكوميه والمجتمع المدني. الدول كلها، كل الدول العظمى النهارده بيعتبر ساعد او ايد المجتمعات المدنيه هي الايد الطوله لتحقيق مستهدف الدوله. مهما اوتت الحكومه او الوزارات من كفاءات استحاله هتنفذ البرامج المطلوبه للتطوير والتنميه. لازم يكون لدور القطاع الخاص ودور لرجال الاعمال ودور للمجتمع المدني يفعل حقيقيا. الجامعات لازم يكون لها دور فعلي وتتبنى مشروعات، ليس مشروعات صغرى، لا مشروعات كبرى من مشروعات البنيه الاساسيه في الدوله. فاحنا بنفكر في الجامعه عندنا تخصصات نادره جدا، كليات هندسه موجوده، كليات فنون جميله، كليات تربيه فنيه، كليات تربيه موسيقيه، اقتصاد منزلي، كليات غير نمطيه هي اللي تقدر تقدم الكوادر العلميه لمين؟ للمجتمع المدني وللدوله. تمام. طيب هنرجع لحضرتك يا دكتوره ناديه في هذا المجال بالنسبه للصناعات الجلديه وتسويقها. يعني هل في معايير معينه للطالب والطالبه لما يتخرجوا من هذا القسم عشان يقدروا ينتجوا منتجات جيده ويعني يقدروا ينجحوا فعلا بمشروعاتهم؟ هو حضرتك بالنسبه للقسم احنا حريصين جدا، اعضاء التدريس طبعا وانا كرئيس قسم، ان يبقى في تواصل مستمر بين الطالب وبين سوق العمل، لان هو ده اللي بيأهله. يعني احنا بنأهله داخليا طبعا داخل الكليه، لكن في نفس الوقت حضرتك لازم ينزل في الواقع بتاع سوق العمل عشان ما يحسش. يعني كتير قوي يقولوا ايه الدراسه النظريه حاجه وسوق العمل حاجه ثانيه. بالظبط. احنا ما عملناش، يعني بقينا من بدايه القسم اتفتح عملنا هذا التواصل عشان ما يبقاش فيه فصل بين لان احنا كقسم الصناعه ما ينفعش ان احنا نبقى منفصلين عن الصناعه، لازم يبقى فيه تواصل مستمر. فهيك احنا عاملين دلوقتي بالنسبه للقسم عندنا عاملين عقد تنفيذ دورات تدريبيه لعمال المصانع مع مجلس التدريب الصناعي، لان هو مولنا مقابل ان احنا هنبقى مقدم خدمه تدريبيه لعمال المصانع في مجال الصناعات الجلديه. تتواصلوا كمان مع عمال المصانع يا دكتور؟ طبعا كنت لسه عايزه يعني اسالك. احنا فعلا عاملين دورات تدريبيه في وحده التدريب في الكليه، دورات تدريبيه لكل مستويات العماله، لان حضرتك هم عندهم مستويات في العماله في المصانع. بندربهم على هذه المستويات سواء في مجال الاحذيه. ده شيء جميل دكتور. سواء في مجال ده بالنسبه للعمال فعلا اللي بيشتغلوا فعلا واللي بيشتغلوا فعلا. طب اللي عنده اهتمام انه يعمل مشروع زي ده يا دكتوره او هوايه، هل في دراسات ممكن حره في القسم؟ ممكن في دراسات، ممكن في دورات تدريبيه برضو حره. اي حد من المجتمع، مش لازم عمال المصانع. ما انا بسال حضرتك. اي حد في المجتمع بعيدا بقى عن الحرفه خالص وهو حابب ده، حد جديد يحب ان هو يدخل ياخد دوره تدريبيه في اي مجال من المجالات اللي هي احنا طرحينها للدورات التدريبيه، مفيش اي مشكله. يعني ممكن او يتفضل ان هو ياخدها. احنا كمان يعني بنقدم خدمات
للمصانع. ممكن احنا عندنا ان احنا عندنا مثلا وحده تصميم الكمبيوتر، احنا ممكن نعمل على طول نقص الجلد مباشره، عندنا البلوتر اللي بيقص الجلد، ممكن نعمل الباترونات وتدريجها السي دي بتاع الاحذيه على الكمبيوتر على طول. فاحنا بنقدم خدمات كمان، مش مجرد وحدات دورات تدريبيه، بنقدم خدمات للمصانع. معنى كده يا دكتوره ان بقول لحضرتك ان ممكن الطالب من عندكم يتخرج بمهارات عاليه جدا. طبعا يعني حضرتك الحمد لله هو فضل ربنا. وكمان حضرتك احنا بينجحوا يا دكتوره، بنعمل وحده انتاجيه كمان، عندنا وحده انتاجيه وبنبدا دلوقتي في تشغيلها عشان تسويق المنتجات بتاعه الطلاب. الطلاب نفسهم الحقيقه انا دايما اشجعهم انهم احنا حضرتك عرضنا لمده 6 سنين في معرض القاهره الدولي للجلود، كان الحقيقه رئيس الغرفه الحقيقه كان عامل لنا كلية منتجه والله يا دكتور. يعني يمكن تلاقي كليه ثانيه يعني بتخرج طلبه حضرتك. الناس كتير دلوقتي بتدور على حضرتك ايه، هي عمليه عرض وطلب. الكليه اللي هتطلع تشغلني على طول. أيوه هي العمليه دي. فبيشوف بيشوف التخصص اللي يقدر ايه يبقى مفتوح يديله قدامه حرفه والله او مهنه. وعارف حضرتك حتى لو ما اشتغلش في المصانع او كده ده هو يقدر يشتغل لوحده بالظبط. لو قاعد في البيت هيشتغل. انا بقول حاجه يعني ممكن تديله مهنه هو يتعامل لوحده يعني حضرتك. الحاجات اليدويه اللي بيتعلموها وهو قاعد في البيت يقدر ينتجها ويبيع على نطاق ضيق ويكمل. على ضيق ممكن يعمل، ممكن زي ما دكتور خالد قال في الحضانات الحضانات التكنولوجيه ممكن قوي برضو ان مجموعه من الطلاب يشتركوا مع بعض ويعملوا مشروع صغير ويقدروا ينتجوا فيه ويعملوا يعني الحمد لله المجال مفتوح. مجالنا مش بس الخريجين يعني احنا عندنا فرصه دلوقتي بالنسبه للصناعات الجديده او اي اقسام بقى في الكليه دكتور بتعملوا ايه؟ يعني هكلم سيادتك دلوقتي احنا بعد اللقاء الملتقى اللي عملناه ولازم اذكر برضو دكتور ياسر صقر رئيس الجامعه، يعني راجل نشط جدا وعنده كفاءه عالية جدا للعمل وشاب ودايما الشاب في حلاوية العمل ده اللي احنا عايزينه والله. دايما احنا نشوف الشباب في كل المناصب القيادية في الدولة يعني القيادات الوطنية المحبة للبلد جدا. ربنا يكرمه والله ربنا يكرمه. فهو يعني اول ما عملنا الملتقى خرجنا الملتقى ده باربع بروتوكولات مع مين؟ مع الجامعات الاهلية. الجامعات الاهلية اللي هي بتعمل في مجال التدريب اللي بتقول عليه الاستاذ الدكتور مدلل. تمام. احنا مش بس هنتعامل مع خريج الاقتصاد المنزلي، احنا عايزين نوجد فرص عمل لقطاع كبير جدا حاصل على الدبلومات ما شاء الله. ده اللي بنعمله تدريب دلوقتي فعلا. احنا كاساتذه خبراء في المجال الجامعات بتوفر لنا، هي مطلوب منها انها هي تجيب لنا الناس اللي عايزين يتدربوا والمصانع بعد التدريب بيشتغلوا فورا. فده اخذنا عندنا 3000 فرصه عمل بادئين بيها ان شاء الله في قطاع مدينه حلوان، 3000 فرصه عمل تدريب وتشغيل خلال الشهر الجاي ان شاء الله. من الكلام اللي احنا برضه يهمنا جدا انه مجال الاقتصاد المنزلي زي ما قلنا، يعني احنا برضه عايزين نوه للناس انه في اتجاه بيتخذ الان لتغيير اسم الكليه. خدنا خطوات كثيره جدا من قسم الى مجالس اقسام لمجالس كليه لمجلس جامعه، وصلنا قطاع الجامعه وان شاء الله خلال يمكن اشهر قليله هيتغير اسم الكليه بحيث يبقى يشمل كل الاقسام المتخصصه في الكليه. لو احنا هنتكلم تاني عن مجال التشغيل هنقول ان الكليه الوحيده لديها الكوادر والخبرات اللي ممكن توفر لاي من يريد مشروع صغير الدراسه الجدوى كامله. ثم مش بس كده، احنا دلوقتي بنحاول من يدعم، يعني احنا بندور مش بس على دراسه الجدوى، احنا بندور له مين اللي يمده ماديا بالقيام بالمشروع. الاهم من ده ما يسمى بالحضانات التكنولوجيه، ازاي احنا نحتضن الخريج ونوفر له فرص عمل. تمام. طيب الحقيقه يا دكتور احنا عندنا هنا تعريف لعلم الاقتصاد المنزلي. هذا التعريف كان موجود في الولايات المتحده الامريكيه وعرف بانه دراسه القوانين والاصول والافكار التي تهتم بالانسان من جهه وبيئته الطبيعيه من جهه اخرى. ودراسه العلاقه بين هذين العاملين. يعني هي ان هذا يعني اللي بيوضح هذا التعريف او بياكده انه علم الاقتصاد المنزلي ليس علم نظري فقط بيدرس القوانين والافكار، ولكن هو علم تطبيقي بيطبق القوانين والافكار ويبسط العلوم ويقدمها لجميع افراد الاسره. ويعني اتقال برضو عنه ان هو علم يهدف الى جعل كل منزل مريح ومناسب من الناحيه الاقتصاديه. احنا عايزين بقى نستوضح من حضرتك المعاني دي فعلا والله. احنا او بتطبقوها ازاي في كليه الاقتصاد المنزلي؟ احنا لو بدانا بس على نموذج واحد البيئه الميديا، احنا حتى طلبنا انا بدرس حاجه اسمها صحه البيئه الاولاد في السنه الاولى. كل الكليات النظرية بنديهم المعلومة كمعلومة. الطالب أنا لا يمكن أجيز أنه يتخرج من هذا أو يحصل على التقدير أي تقدير حتى ينجح في المادة إلا إذا كان بحث تطبيقي في المكان اللي عايش فيه. جميل. ينزل بيعمل بحث بإيده. البحث تطبيقي ما هوش بحث لا يدوي، ولكن بالتصوير وبربط بينه وبين الهيئات والمؤسسات التنفيذية، بربط بينه بالجهات الملوثة. وعشان كده بعمل له في نهاية كل فصل دراسي بجيب كل الأطراف معايا
الملوث للبيئه، وبجيب الجهه زي الجهاز في البيئه المراقب، واجيب التشريعيين واتكلم معاهم. ولذلك ده نموذج بسيط جدا للحفاظ على البيئه. تمام يا دكتور. في داخل الكليه احنا بنعمل عندنا اسر زي اسر اصدقاء البيئه في الكليه. تمام. الاسر دي مش بس دورها حمايه البيئه داخل الكليه، ولكن في المناطق المحيطه في حاجات كثيره جدا. لازم اقول احنا لازم اقول لسيادتك العلاقه ما بين العلم والتطبيق. احنا اكثر كليه اكثر احنا كليه تطبيقيه، يعني اكثر ما هنا يعني حتى المواد النظريه مفيش مجال هنا تطبيقيه، تطبيقي تطبيقي يعني المعلومه دي هو حضرتك لازم ده ينطبق تماما على ان احنا عايزين يعني الحته اللي هي بتاعت انه هو يعني الحته الخاصه يا دكتور بانه هو علم يهدف الى جعل كل منزل مريح ومناسب من ناحيه اقتصاديه. ده شيء جميل الحقيقه. اتفضل دكتور. لا هو حضرتك بالنسبه احنا طبعا الاقسام كلها بتخدم الانسان، بتخدمه يعني الانسان ايه مسكن، وده قسم اداره مؤسسات هو ده اللي هو عايز المسكن المريح. يعني منزل مريح كمان يعني في تغذيه مريحه. لو انا بقول حضرتك احنا المنزل ده هو بيخدم الانسان فعلا المسكن. المسكن يعني هو بياخده تاسيس وديكور المسكن، بياخد تاسيس مسكن وديكور المسكن وازاي انهم يختاروا المسكن. يعني عايز اقول ان الكليه دي دكتور تقريبا بتاسس المنزل مثلا. احنا مش المنزل بس، مش المنزل بس، احنا كمان في جانب منها طبعا حتى تنسيق الداخلي نباتات زينه. احنا بندرس كورسات في داخل ازاي ممكن يختار نبات، وضع المكان النبات المناسب في المكان المناسب. ده يتحط في البلكونه، ده يتحط في الاوضه. كلنا والله يا دكتور عايزين ندرس الحاجات دي يعني دراسات حره. يا ريت احنا كمان توزيع الاساس في الحجرات نفسها، ازاي يتعامل مع الماكينات ومعدات، ازاي يعمل صيانه للغساله للثلاجه. حاجات بيدرسها الطالب في كليه الاقتصاد المنزلي دراسه مستفيده بقسم اداره المؤسسات او اداره المنزل. اخر حاجه احنا ضفناها زي ما قلنا هو التنسيق الداخلي. وكان على للاسف شديد احنا احيانا اقسام كانت موجوده في الكليه من اكثر من 30 سنه كان في قسم نباتات زينه في الكليه اتلغى. احنا بنحيي دلوقتي وعاملين طبعا بدراسه جديده قسم نباتات الزينه والزهور. مش بس احنا جانا طلب من المؤسسات حوالين الفنادق والشركات دلوقتي عاملين مدورات تدريبيه ازاي التنسيق الداخلي للمنزل، زراعه اسطح المنازل. فكره تتبناها اقتصاد منزلي النهارده ما تصورش قد ايه. حضرتك كده ما سبتوش ولا حاجه اي كليه ثانيه بتدرسها كليه الانسان. يعني هي فعلا احنا عاملين شراكه مع كل الكليات زي زراعه ومركز القوام، مركز القوام للبحوث. الناس معانا بصراحه منتهى الامانه يعني متعاونين جدا، وذاك المنتج جذاب جدا. وبس وهو مطلوب، كان المطلوب الاعلام اللي احنا بنتكلم فيه. تمام. اذا كنا بنتكلم عن المجتمع بعد الثوره يا دكتور الحقيقه مهم قوي نقول انه يعني ازاي ممكن ننمي مجتمعنا من خلال الكليه دي. يعني عايزين نعرف من حضرتك. طبعا اولا احنا يعني هي المفهوم للاسف الشديد في الغالبيه العظمى فاهم مفهوم الثوره خطا. الثوره المفترض هي ثوره على افكار ومبادئ كانت سلبيه، المفروض القادم هو الايجابي. للاسف الشديد خلينا نتكلم في منتهى الصراحه. احنا عقب الثوره كان شيئين متلازمين، الانفلات الامني بلس الانفلات الاخلاقي. بالظبط. بعد الثوره احنا عانينا ولا نزال نعاني من الانفلات الاخلاقي اللي هو اثر تأثير سلبي أكثر من الانفلات الأمني. نكمل. فإحنا بنقول بعد الثورة إحنا عايزين نقول إحنا تخطينا، إذا كان هذه الثورة ثورة على قيم وأخلاق إحنا كنا رافضينها، وشبابنا وخلي بالك شباب الثورة لازال موجودين في كل مكان، وهم اللي هم إحنا بنعتبرهم هم دينامو الحركة الموجود. فبنقول إحنا عايزين نتغير ثقافيا، ثقافتنا تتغير، يجب ان تكون الافضل. صحيح. ولذلك احنا كان همنا ودورنا الاول انه احنا نشغل اولادنا بما هو مفيد. يعني اولادنا احنا فعلا احنا لا نغيبهم ثقافيا وسياسيا مطلقا، بل احنا معاصرين معاهم سياسيا في كل الاحداث الموجوده، بس بنوجههم صح. احنا مش مطلوب مننا كلنا نتظاهر، مش مطلوب مننا احنا نرفض كلنا، مطلوب لا لازم يكون عقلانيين جدا في الاجابه. ومنتجين. دي هي النقطه اللي احنا هنقف مع حضرتك فيها. لذلك احنا لما عملنا الملتقى اللي فات الكل قال طب الناس هتيجي، ده انت بتعمله في وقت توقيت صعب جدا، انت خلينا على الاسفتة. يعني الشيء المفرح يعني لو انت سجلت كنت شفت سيادتك احنا كنا عاملين حسابنا على 200 جينا 400 واحد قيادات موجوده في مجال الصناعه. احنا عايزين نصدق حاجه اكتر. ده نقف مع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه ونكمل حديثنا عن الاقتصاد المنزلي. نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. لون بلدنا بين الطريق والله شفنا وشفنا، ومصر لو تبقى هي هدفنا حنتفق مهما كان اختلافنا. عشان عيون بلدنا آن الأوان مصر يرجع زمنها، تعالى وتعالى وتاخد مكانها. آن الأوان مصر يرجع زمنها، تعالى وتعالى وتاخد مكانها. والغالي
منها البلد بلدنا بلدنا البلد بلدنا بلدنا البلد بلدنا بلدنا البلد بلدنا بلدنا ورجعنا مرة تانية مشاهدينا مشاهديني للتعليم العالي في كل مكان، وحديثنا متواصل عن كلية الاقتصاد المنزلي ومتغيرات العصر. مشرفنا منور داخل الاستوديو الدكتورة نادية خليل والأستاذ الدكتور خالد القاضي. مرحب بحضراتكم مرة تانية. البلد بلدنا يا دكتور، دي كانت الأغنية اللي في الفاصل وشفنا فيها والله إن البلد بلدنا ممكن تكون إزاي يا دكتور بالإنتاج. يعني إحنا عايزينها، يعني عايزين نقول البلد بلدنا مش بس شعارات، أو إن إحنا بنقول إنه يعني رجعنا نحب بلدنا تاني. خلينا برضو نقول إن بعض الناس كانت فعلا فترة من فترات الفساد وغيره كان مضايق الناس شويه من بلدهم. الناس بعد الثوره اتغيرت جدا يا دكتور، حب بلدها جدا، مشاركه جدا. يعني الحقيقه نسبه المشاركه في الانتخابات الرئاسيه دي ما كانتش بتحصل، نسبه المشاركه في مجلس الشعب والشورى، اخيرا في الاستفتاء على الدستور، سواء اللي قال نعم ولا اللي قال لا، كل الناس مشاركه. يعني طوابير 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 في كل الانتخابات ما كانتش بتحصل. يعني كانت الناس قبل كده عارفه ان جواها في زيف هيحصل وفي فساد هيحصل، فما كانتش بتروح على انك تشارك تقول رايك ايا كان الراي ده مع او ضد. يعني ده مش فارق دكتور، لكن مهم قوي بقى ان احنا نربط ده بانتاج. ما هو ده المشكله، وكليه الاقتصاد المنزلي على راس كليات الانتاج. احنا بنتكلم، احنا مشكلتنا فعلا زي ما قلنا انه احنا يعني مفاهيم الثوره يجب ان تصل للرجل البسيط. الثوره ثوره على مبادئ واخلاقيات احنا رفضها الشعب، ويجب ان الجانب الايجابي، الجانب الايجابي هو الحاجه الوحيده، هو العمل. احنا احنا العمل يا دكتور، العمل. احنا 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 جينا في وقت 100 خط تحت كلمه العمل يا دكتور. لا يعلو صوت، لا يعلو لا صوت، لا يعلو صوت فوق صوت السياسه. وده شيء رهيب ومخيف. يعني انا هل تعلم سيادتي ان الفتره اللي فاتت، السنتين اللي فاتت، كميه الاهدار والاستنزاف للموارد الطبيعيه في مصر اكثر من 50 ضعف على السنوات الماضيه. لو اتكلمنا دكتور ياسر، حضرتك فتحت لنا نقطه والله مهمه قوي. حاجه قلت ان لا صوت يعلى فوق صوت السياسه، نسيوا حاجه مهمه قوي دكتور. المواطن المصري اللي محتاج البسيط، اللي محتاج اكل وشرب وعايز مسكن، يعني وعايز بعض الناس بتسخر الحقيقه دكتور، تقول لك عجله الانتاج دارت وما دارتش. الحقيقه انه فعلا عدم دوران عجله الانتاج ده شيء في غايه الخطوره، مش بالنسبه ليا ولا بالنسبه لحضرتك ولا بالنسبه للدكتوره، يعني للاسف الشديد، لكن بالنسبه للمواطن المصري اللي فعلا مش لاقي قوت يوم. يعني ده في غايه الصعوبه، ما بقتش ماده للسخريه ابدا يا دكتور. شبابنا اصبح شباب مستنير سياسيا، لكن الشيء المظلم انه الخبثاء
وغير أنا لا أشكك في وطنية أي حد، ولكن من هم أصحاب أغراض معينة؟ بدأوا استنزاف زي ما قلنا استنزاف مواردنا، يعني لما تكلم النهاردة أنا لسه بتكلم قبل الحلقة بقول أكثر من 600 ألف فدان تم تجريفهم في الفترة القصيرة. بعض الأصوات ممكن تطلع يا دكتور تقول لحضرتك إنه يعني مهم قوي إن إحنا نبني هذا البلد على شيء صح وعلى شيء جن، مهم قوي فعلا إن إحنا نعمل الأساسيات صح ونبني دستور صح ونبني مطلوب مننا بلد صح. مننا كلنا، لكن مطلوب مننا قوي إن إحنا نخلي بالنا من إن في مواطن هنا ممكن مواطن يعرف يدهس بين هؤلاء وهؤلاء، يعني الحقيقة خلينا نقول هؤلاء دول يعني مع أو ضد، وهؤلاء دول مع أو ضد، لكن المواطن السياسي، لكن إحنا كل إنسان لابد أن يعرف واجباته زي ما عرف عايز هو. النهارده انت عايز تبني بلد هتبنيها ازاي؟ يا دكتور بسال حضرتك، ما انا بتكلم الا بالانتاج، ما احنا يمكن الحاجه الوحيده اللي شغاله هي احنا جامعات، الحمد لله جامعات قويه وشغاله، مصر شغاله، احنا مش خايفين على مصر، لان مصر تاريخها 7000 سنه كل شيء. انا متفائل، احنا متفائلين جدا الحمد لله، لان احنا اللي دارسين، احنا شايفين تاريخ مصر لسه الحمد لله بجد في يعني في خبز في الشارع الحمد لله، لكن احنا خايفين على اللي جاي، في حاجات رغم والله دكتور مش عارف بيطلع منين، عايزين نصحى بسرعه، يعني احنا عايزين كفايه كده الحمد لله، يعني كفايه ونقف نشتغل، مش معنى ذلك انه انا عشان الناس لا، ده لازم نفكر سياسي، انا عايز كل مواطن يعرف حقوقه وواجباته، اللي مش السياسه هي في كل شيء، بالعكس دكتور طبعا لازم احنا هنقول الناس ما تشاركش او ما تفكرش بلدها ماشيه ازاي، كون شبابنا مستنير ما ينفعش بعد ثوره الناس يعني ما تفكرش، يعني كون شبابنا يبقى شباب مستنير ده شيء مفرح، لكن احنا عايزين الناس تاخد يعني تشعر انه احنا في خطوره بالغه، انه فعلا لازم نشعر انه في انهيار موجود، في موارد تستنزف، في زي ما احنا بنتكلم عن نهر النيل وملوثات نهر النيل والبحيرات الشماليه اصبح فيها ثروه سمكيه مدمره، فيها في تلوث في اماكن كثيره جدا، في اهدار ثروات، في ناس بتخرب زي ما ناس بتبني، محتاجين كل الناس. طب دور اساتذه الجامعه يا دكتوره بقى من وجهه نظر حضرتك، وخاصه اذا كانوا في كليات مرتبطه جدا بالانتاج زي كليه حضرتك كليه الاقتصاد المنزلي. وحضرتك الاستاذ الجامعي له دور كبير جدا، لان هو المربي او هو القدوه بالنسبه للطلاب، والطلاب دول هم شبابنا اللي هيتخرجوا بعد كده، هم اللي زي ما بيقول اللي هيرفعوا ويطوروا كل الصناعات اللي في البلد. احنا مهم جدا ان عجله الانتاج بالظبط، ان عجله الانتاج تستمر رغم الظروف السياسيه او الاقتصاديه. لو عجله الانتاج وقفت الناس كلها للاسف، بعض الناس جعلتها مدى للتهكم يا جماعه والسخريه، وهو ده شيء خلاف الخطوره يا دكتور طبعا، لان حضرتك احنا هي مش العجله دورت العجله ما دارتش، لا هو الموضوع مش كده، هي انا قبل ما افضل اتظاهر واعطل مصالح ناس، يعني هو حركة التظاهر طبعا حق مكفول لكل الناس طالما تظاهر سلمي، لكن للاسف هو ما خدش الصوره السلميه، الناس كانت احتياجات فعلا من زمان قوي، يعني من حقها طبعا، يعني برحك من حقهم كبير، مش هيبنى في سنة طبعا، من حقهم انهم يتظاهروا ويقولوا اللي هم طلباتهم احتياجاتهم اللي هم عايزينها بطريقه سلميه من غير ما يعطلوا مصالح الناس، يعني المجمع الحرير اللي اتقفل ما دي كلها مصالح ناس، يعني مناطق تانية مثلا كما دستورية ما دي مصالح ناس، المدينه الانتاج الاعلامي برضو كل دول مصالح ناس برضو، في يعني حتى في نظرتنا يعني والله ما بقول حاجه، يعني احنا مش لازم كل يعني مش بقول على فكره لا مش على فهو لا او لا لا انا مش كل واحد بيعطل مصالح الناس، انت من حقك تتظاهر، من حقك تشوف، لكن ليه ما تقفل الشارع؟ انت ممكن كمجموعه تتظاهر غير ما تعطل مصالح الناس، يعني لانه طبعا مطلوب في ناس تكون فعلا تتظاهر، مطلوب يكون في ناس تعلى صوتها عشان يعني تتكلم، الناس دكتور الحقيقه تشتغل. يمكن يعني انا ولا اعطل العمل يوم تعطيل مترو الانفاق ده، انت حضرتك يوم رهيب، انا نفسي عشان احضر محاضره بعد ساعه ونص كان عامل ازاي؟ ثلاث ارباع الشعب المصري يعني كثير جدا من فئات الشعب بتستخدم مترو الانفاق في اليوم ده، طبعا حضرتك الصانع ما كانش في مكانه، التاجر ما كانش في مكانه، المعلم ما كانش في مكانه، استاذ الجامعه ما كانش في مكانه، وبعض الشباب عملوا ده الفتره الاخيره برضو، تهجموا مرتين على محطه مترو اعتقد انور السادات مرتين، عايز يوقف مترو الانفاق. طب انت لما توقف مترو الانفاق ايه المشكله؟ انت بتوقف مصالح الناس، بس معناها ناس كتير جدا مش هتوصل لمكان عملها، معناها ناس مش هتنتج، ليه الهدف ايه؟ يعني مش عارفه. انا برضو انا بقول برضو يعني في تغيب دور لمؤسسات كتيره جدا جدا، مؤسسات كتيره زي ما اقول المؤسسات العلميه، الرساله لازم يكون في حوار، الشباب ده يعني الشاب ده طاقة كبيرة جدا. حضرتك يا استاذ جامعي ليك حوار مع الشباب اللي عندك دكتور في الجامعة؟ طبعا جدا الحوار الشباب عايز ايه يا دكتور؟ يا فندم هو الحوار ازاي تفهميه حقوقه وواجباته ايه؟ يعني توصلي له الرسالة، انت مطلوب منك كذا، ومفروض تفهمي لازم اعرف سياسيا ايه المظبوط، ايه اللي انت واقف عليه بالظبط، هو ليه افكار، لازم نتقبل افكاره، مش معقول احنا نصطدم هي اختلاف الاجيال موجود، وهو اصبحت فرصة لي عمره ما كان يحلم بيها انه يتكلم،
نتكلم مع استاذ جامعه، نتكلم مع عميد كليه، نتكلم مع استاذ جامعه. وده شيء جميل. احنا اكثر ناس بنقابل مظاهرات في الجامعه ونتصدر ونوقف نتكلم، وبالحوار كل شيء بينتهي. يعني انا اعتقد اكثر مظاهره كانت تاخد لها ساعه او ساعه ونص، نتكلم مع الناس بعقلانيه بفكر ينتهي. ولكن يا شباب جامعه يا دكتور، لا وعاملين وغيره وعاملين وغيره. انا يعني انا ليه بقول الدكتور رئيس الجامعه، ليه بقول الدكتور رئيس الجامعه الدكتور رئيس، يعني اكثر جامعه فيها مظاهرات جامعه حلوان، وهو بمنتهى الروح وبشوش جدا، ونستقبل الناس ونتكلم معاها ونشوف مطالبها ايه. احنا مش هنقدر يعني ما عندناش مفتاح سحري نغير بيه كل شيء. ثانيا مش عايزين نقول والله كل شيء كان فساد، يعني من الظلم ان انا اقول ما تم الشيء. انا عايز من الحق ان انصف غيري، لانه غيري هيجي مش هنصفني. عشان كده بقول يا اخواننا لا احنا في بعض لا يمكن سلبيات طبيعي. لا يمكن احد يبيز ابدا مطلقا التظاهر اللي يوقف العمل، التظاهر اللي يعتدي على الاشخاص، التظاهر اللي يسيء لدوله. صحيح. لكن في نفس الوقت احنا مطلوب مننا نسمع اصوات غيرنا. طب. مطلوب مننا من اكيد الشباب اخواننا النهارده الشباب اخواننا مطلع على النهارده احنا ادينا فرصه العولمه، احنا ادينا فرصه الصلاه، فلازم نسمعه ولازم نعرف اهدافه ايه، ولابد ان ينصاع لذلك كل مؤسسات الدوله. صحيح يا دكتور. طيب احنا نرجع برضو للتعليم العالي وكليه الاقتصاد المنزلي. نعم. و ازاي حضرتك تشوف المناهج التعليميه الموجوده في الكليه وحضرتك تشوفيها زي دكتور؟ هل محتاجه نوع من التطوير؟ احنا بنتكلم على مره ثانيه على كليه لسه جايين من اجتماع بنقول الكلام ده، احنا لسه جايين من اجتماع وتطوير المواد اللي موجوده دكتوره النظريه متوفيه يعني متحقق احتياجات سوق العمل ولا محتاجين الى حد كبير؟ لكن احنا حضرتك في متغيرات عصريه كتير وخاصه الصناعه بيحصل فيها تطوير مستمر، فلازم احنا كمان نطور المناهج بتاعتنا والمفردات بتاعتنا، لان صحيح. المتغيرات العصريه في التكنولوجيا في الالات والمعدات، في التكنولوجيا في الخامات نفسها، في التكنولوجيا في عمليات التشغيل، في الماكينات وفي الخامات، في عمليات التشغيل والتصنيع نفسها. ان ما كناش احنا نواكب يا دكتوره محتاجين برضو تواكب طبعاً شويه طبعاً. حضرتك دلوقتي احنا بالنسبه لمجال الجوده، احنا طبعا عندنا مشروع الجوده ده، الجودة في التعليم بصفة عامة، مش التعليم بيشمل المقررات الدراسية نفسها بالزبط. بيشمل المعامل القسم، بيشمل المنشآت اللي موجودة في الكلية، بيشمل أستاذ الجامعة وتدريب الدكتورة، بيشمل كله. فإحنا المفروض أستاذ الجامعة لازم يطور نفسه، لازم يطور أساليب التدريس بتاعته علشان يقدر يوصل المعلومه للطالب باسلوب شيق يخلي يجذب الطالب. في المجال ده احنا بنعمل جلسات حواريه ونقاشيه لكل قسم. انا عديت من يوم الحمد لله من الفتره اللي مسكنا فيها وكاله الكليه جلسه حواريه مع كل تخصص. بنجيب الناس اللي هم اهل العمل اصحاب العمل ورؤساء القطاعات، ونجيب الطلاب اللي هم والخريجين مع الاسد، ونبدا هو عايز ايه، السوق عايز ايه. بدانا نطور من المناهج بما يوفي باحتياجات مين، سوق العمل، لانه فعلا خريج وغالبا في كل الكليات النظريه وكل الكليات التطبيقيه اللي احنا درسنا فيها احنا بنتعلم حاجه ونلاقي حاجه في سوق العمل مختلفه تماما. يمكن احنا اقرب ناس اللي هو الاقتصاد المنزلي، ان هو عمل فعلا الشغل على او صاحب العمل متواصل تماما مع الكليه، ولذلك المنتج او خريج اقتصاد منزلي بيشتغل مش محتاج حتى دورات تدريبيه، انه اخذ كل اللي عايزه صاحب العمل. ولا نزال احنا بنعمل حتى لقاء، كان عندنا اجتماع ده قبل ما نحضر مباشره البرامج لوحده متابعه الخريجين. ايه فين الاستمارات الاستبيان لاصحاب العمل عايزين ايه عشان نغير ونطور من برامجنا ان شاء الله. وحكي البرامج الدراسيه كل ده فيه والله دكتور، ده لانه مهم جدا. وحكي البرامج الدراسيه احنا اللي هو برنامج الملابس، برنامج الصناعات الجلديه، دي البرامج الدراسيه كلها حضرتك بنعرض البرنامج على اصحاب العمل عشان يقولوا لنا رايهم ايه في هذه البرامج والمقررات ايه، وهم شايفين ايه يعني حضرتك البرنامج بيبقى مكتوب. دكتور يعني ده انا حضرتك يا دكتور عملتي مثال جيد جدا لاستاذ الجامعه. استاذ الجامعه ما بيقولش ان انا بتعلم بافضل شكل او ان انا بجيب المواد النظريه من جوه، لجأت لسوق العمل حضرتك ولصاحب العمل تشوفي هو عايز ايه عشان تحطي منهج دراسي. بالظبط. يعني حضرتك الطالب بيدرس اللي محتاجه سوق العمل عشان ينزل يبقى يلاقيه. فحضرتك احنا مش يعني استاذ الجامعه صراحه الدكتور يقول انا يعني ارقى كثيرا من صاحب العمل لان انا استاذ جامعي، انا خريج بتاعي اللي هو المخرج بتاع الكليه ده خريج. الخريج ده طالب، الخريج ده هيخرج هيشتغل في مجال عمل. ان صاحب العمل ما لقاهوش عنده الكفاءه العلميه والمهاريه اللي محتاجها هو مش هيشغله. صحيح. فلازم انا اعرض حضرتك البرنامج بتاعي على اصحاب العمل في مجال التخصص، طبعا كله في مجال تخصصه، وهم بيشوفوا من خلال استبيان بنعمله بيقول لي انا فعلا الخريج ده هو ينقصه كذا، او انا عايزه يتعلم كذا وهكذا، فبيقول لي رايه في هذا الخريج
وفي البرنامج اللي انا بقدمه له، وممكن يقول لي لا المقرر ده انا مش محتاجه، يعني مش هيفيد الطالب بالنسبه لمجال تخصصه، لكن انا محتاج المقرر كذا انه يدرس كذا ويدرس كذا. فببتدي اعمل عمليه تطوير في المناهج والمقررات بتاعتنا عشان تقدر تواكب سوق العمل. تمام. احنا الحقيقه دكتور سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وسعداء جدا بحضرتك دكتور خالد. يمكن وقتنا قرب ينتهي، لو بنتكلم عن كليات الاقتصاد المنزلي الواقع والمأمول، حضرتك تشوفها ازاي يا دكتور؟ والله انا يعني انا شايف انه احنا واقع حقيقي ومأمول حقيقي. لا انا شايف الكليه فعلا في اتجاه الصحيح، خطوات تخطو خطوات سريعه جدا جدا. تعتبر الكليه على مستوى الكليات الشرق الاوسط كليه الام. احنا محتاجين فقط الاتجاه لتغيير اسم الكليه، لانه تغيير اسم الكليه بحيث يتناسب مقترحات الاسامي. لا خلاص احنا يعني وصلنا خلاص كمان في اجراءات سريعه لانه ازاي يتضمن الاسم، يتضمن كل هذه الاقسام. هتسموها ايه دكتور؟ يعني في كليه علوم الانسان التطبيقيه. كليه علوم الانسان التطبيقيه لانه الكليه طبعا تشمل كل التخصصات. عندي تخصصات كتير جدا برضو، عايز عشان اعمل جذب، عنصر جذب للخريج للشاب اللي يدخل الكليه، لانه لا تزال زي ما اقول ثقافه المواطن المصري بيدور على مين؟ على اسم الكليه. صحيح. طيب دكتوره ناديه، كليه الاقتصاد حضرتك الواقع حاليا اين باذن الله؟ حضرتك الواقع حاليا الحمد لله بفضل ربنا يعتبر جيد، مش هقول يعني جيد جدا او ممتاز. الحقيقه النتيجه لاداره الكليه الاستاذ الدكتوره هناء الحسين نشيطه جدا، فعلا حصل تطوير كبير جدا في الفتره بتاعتها، سواء في مستوى البرامج الدراسيه او، وهي الحقيقه بتشجع جدا سواء الطلاب. يعني احنا لاول مره في المؤتمر الكليه عملنا سيشن لابحاث الطلاب، خلينا الطلاب يشتركوا بابحاث مع بعض ومشروعات يقدموها، ده شجع الطلاب جدا، كانوا فرحانين جدا انهم هم بيقدموا في المؤتمر الشغل بتاعهم. احنا حاليا مستمرين في التطوير، يعني حقيقة عمرنا ما هنفضل، ده المأمول بقى بتاعنا، عمرنا ما هنفضل محلك سر، يعني لان في تطوير مستمر. زي حاجه التغيرات العصريه اللي بتبقى موجوده لازم احنا نواكب هذه المتغيرات، سواء في برامجنا او معاملنا، والخريج بتاعنا يبقى ياخد نفس التطورات التكنولوجيه. طيب سؤال اخير دكتور خالد، بالنسبه للطلبه اللي بيترددوا جدا اذا جابتهم كليه مكتب التنسيق الى كليه الاقتصاد المنزلي، تقول لهم ايه حضرتك؟ انا بقول لهم فعلا، انا بتكلم، انا خريج زراعه واستاذ زراعه وتعين في الكليه، لو رجع الزمن تاني انا بقول له، انا لو جاتني اكثر من، انا كان فعلا ايامها عندي تجاره وغير، انا بقول للطالب يعني اذا اردت كلية محترمة بمستقبل أفضل في فرصة عمل، فرصة تشغيل، هي كلية اقتصاد منزلي. أقول له لا تتردد وهتجد ما يسرك بالفعل، هذه مقولة إن شاء الله. بنشكر حضرتك جدا أستاذ الدكتور خالد القاضي، أستاذ البيولوجي صحة البيئة، وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشؤون خدمة بتاع تنمية البيئة جامعة حلوان. بنشكر حضرتك جدا أستاذ الدكتورة نادية خليل، أستاذ ورئيس قسم الصناعات البلدية، كل التوفيق لحضراتكم، ونتمنى بإذن الله يعني يكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك إن شاء الله. شكرا لحضراتكم جدا كل السادة المشاهدين، وتابعتونا النهاردة في حديثنا عن كليات الاقتصاد المنزلي ودورها في خدمة المجتمع تواكبها مع متغيرات العصر. نشكركم على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من نقطة تحول.